كنت اشتري بيلي وبصف بصبرة وبيعه مبسوط وعم بدفع اجار بيتي واكل بدي اياه عم بشتريها اللي بدي ابني. هلا انكسرنا ما عاد فينا اشتغلنا. الله خلق الشعب فقير وزنقين. لا بدي مأوى ولا بدي محل، بدي يكون مصاري بستأجر أوضة وبسويها وبيكون فيها حمام برتاح ساعتها. بحاجة لغرفة مرتبة، لي شهر ما تحممت وما في محل بول فيه، وريحة الغرفة مش مضبوطة. وأوقات بقعد أكثر من شهر ما بتحمم، أنا صلطف ولي العالم ويحمموني. عندي كراسين دواء فاضي حقهم شي 100,000 ولا حب فيهم، بدي جيب بديلهم. بقول شي مكسور وحكمته ورجع انكسر مرة ثانية، وبدي مصاري لا يصلح وركي، والوصير بدهم دواء ليصحوا، بس ما ياخد دواء بصير بصريخ، بصير يكون الدواء خالص يعني. هلا عم تعملوا لي انجعاج لإلي يعني. يعني أنا مخجول من البنايات اللي واقفين على البرندات. أنا ابن عيلة وعندي كرامة. عمري 90 سنة وبدي صح واشتغل. كان مثل العادي طبعا نحن رح نساعد لانه بده عملية مستعجلة لوركو، رح نحاول باسرع وقت ممكن انه نخضع عباس الديراني لعملية جراحية من أجل مساعدته بأنه يرجع يوقف على إجريه مجددا، ونحن كمان بانتظار أنه إذا حدا بيحب يساعد عباس الديراني من أجل نكمل له كم هالسنة الله يطول بعمره يا رب من حياته، أنه يعيش بكرامة إنسان بكرامة بشر ببلد لازم المؤسسات هي اللي تكون عم تعتني بهودي الناس وعم بتشوف مشاكل هيدي الناس وتحلها، ببلد يعني ما بعرف كم الاتصالات الهائلة اللي بيردنا على برنامج للنشر وعلى برامج أخرى مماثلة على تلفزيونات أخرى، بخلينا دائما نطرح السؤال إنه نحن قدي فينا نعمل، قدي فينا نقدم، نحن كمان إمكاناتنا محدودة أمام، لأنه اتكالنا عم بيكون بس على أهل الخير. يعني إذا عنا ناس حابة تساعد بتساعد، ولكن إذا ما عنا ناس حابة تساعد ما بنقدر ناخد ونساعد كل هالحالات. ما بعرف الدولة هي وين موجودة، وكمان المؤسسات الاجتماعية الكتيرة اللي بنشوف بعض هالمؤسسات تما نظلم الكل رايحة جاي على أوروبا وعلى دول أخرى، ما بنشوف إلا عم بتجيب مساعدات من برا على أسماء مؤسساتها وعلى الخدمات الوهمية اللي بتعرضها على الجمعيات اللي بتعمل معها توأمي بالخارج. يعني صار نوع من البزنس لهالجمعيات ولهالمؤسسات تحت شعار مساعدة المواطن وكمان تأمين مساعدات أو أدوية أو ما إلى هنالك للمواطن. فالدولة بتمنى أن تحط إيدها على هيدا الموضوع بأسرع وقت ممكن، لأنه نحن شخصياً نقدر ناخد حالي حالتين ثلاثة 10، ولكن أكثر من هيك عم نشوف كتير حالات عم تبقى محطوطة على الطريق.